عم هي ضربة موجعة وقاسية لميليشيات مجرم الحرب حفتر، فمحسن الكاني كان يمثل لهم الرمزية، فهو من يقود هذه المعركة، وهو من قاد مدينة ترهونة لكي تنضم مع مجرم الحرب حفتر. فهم مغتصبون مدينة ترهونة بقوة السلاح، قتلوا من قتلوا في مدينة ترهونة وهجروا الأبرياء منها من أجل أن يحكموا في مدينة ترهونة. وبالمصادفة محسن كاني قبل العدوان على العاصمة طرابلس، أي قبل يوم 4/4، كان مجرم الحرب حفتر يصفه بالميليشياوي، وبقدرة قادر عندما قبض محسن الدولارات وانضم معه أعطيت له رتبة نقيب. فضربة الأمس هي ضربة موجعة شهدنا حتى ساعات الصباح الأولى، ونحن نتابع الأخبار من داخل مدينة ترهونة. الفوضى عارمة في مدينة ترهونة، تم إقفال المحلات في وقت مبكر، أيضا أقفلت الشوارع، فكان هناك احتقان كبير جدا. أيضا حدثت جريمة أخرى عندما تم اغتيال عائلة كاملة، طبعا هذه العائلة اتهمت بأنها كانت ضد مشروع الكانيات منذ البداية، ولكن لمقتل المجرم محسن وأخيه عبد العظيم وأيضا عبد الوهاب المقري أمر ما يعرف باللواء التاسع أبعاد أخرى حتى على أرض المعركة. فنحن نعلم جيدا بأن رأس الحربة لهذه الميليشيات في الشرق هي ميليشيا الكاني، وهذه ضربة موجعة في صفوف الكانيات. يعني هناك فعلا، يعني أنت أشرت إلى الخبر الذي يتحدث عن تصفية عائلة بالكامل، لو حدثتنا عن معلوماتك حول هذه الجريمة. نعم، طبعا بعد ما خبر مقتل محسن الكاني قامت ميليشيا الكانيات أدرعت محسن الكاني وأيضا عائلة الكاني بالهجوم على عائلة كاملة، عائلة الدويمي. تم قتل جوزة صلاح الدويمي وأيضا أخيه وثلاثة من أبنائه. طبعا هناك روايتين، الأولى تقول بأن وهو مؤكد بأن هذه العائلة منذ البداية ضد حكم ميليشيا الكاني لمدينة ترهونة، وأيضا هناك من يقول بأن هذه العائلة احتفلت بمقتل محسن الكاني، فهم عاشوا الويلات مع محسن الكاني داخل مدينة ترهونة. نعم، لكن هل تم تصفيتهم في مواجهات مثلا، يعني تبادل إطلاق نار، أم أن كانت هكذا جريمة غير مبررة إطلاقا؟ هي جريمة بشعة غير إنسانية، تم الهجوم عليهم داخل منزلهم، فكيف للأطفال أن يواجهوا هذه الميليشيا المجهزة بالعتاد والأسلحة؟ كيف لامرأة أن تواجه هذه الميليشيا؟ هم قاموا بالهجوم على هذه العائلة في بيتهم وقاموا بقتلهم بدم بارد، أطفال تم قتلهم، امرأة ورجل كبير في العمر.